أحبائي المشاهدين في برنامج عائلتي، أهلا ومرحبا بيكم في لقائنا الأسبوعي. ما تتصوروش قد إيه إحنا بننتظركم على شوق، تصوروش قد إيه إحنا بنجهز لهذا البرنامج تجهيز دقيق جدا، تصوروش قد إيه فريق العمل بيجتهد عشان يقدم لكم أجمل وأعمق المعلومات. انتظرونا في عنوان برنامج حلقتنا اللي كالعادة شيق ومهم بعد الفاصل، ابقوا معنا. أصدقائي الأعزاء، الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة من قصة رائعة جت في سفر التكوين في أول فرح في التاريخ عمله ربنا، قلنا مليانة بالعبر والدروس. اتكلمنا عن الاحتياج اللي ربنا بيشبعه، الله يسدد احتياجي، قلناها دي آدم كان لوحده وربنا أعطاه شفاء حلو قوي من الوحدة، مهم قوي. آدم كان حاسس أنه لوحده ليس حسنا، ليس جيدا أن يوجد آدم وحده، حس بيه جاب له حواء. فقلنا أنه أول حاجة أحط في بالي وأنا بختار، يا رب أنت اللي حاسس بيا وأنت اللي هتختارني. الحاجة التانية اللي قلناها المرة اللي فاتت توزيع الأدوار، توزيع الأدوار ده مهم قوي، لازم أبقى عارف حاجة بنسميها بقى في العلم الحديث جوب ديسكريبشن، شرح الوظيفة. أنت داخل هتعمل إيه؟ واحد هيشتغل سكرتير، دكتور، مهندس، محاسب، هيشتغل في بنك، هيشتغل في شركة، هتعمل إيه؟ فلازم بعرف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، حقوقي واجباتي. فازاي يحصل يا جماعه بقى داخلين الجواز ومش عارفين؟ ما ينفعش الجهل بقى، ده لازم الراجل يعرف دوره ايه، دوره انه يحب. قلنا كده حواء طلعت من جنبك عشان تحبها، تحتضنها، انت زوج واب، تكون مسؤولا عنها من بعد والديها، فانت مسؤول قدام ربنا. الحب هو اللي بينعش المراه، الرقي هو أن تعامل زوجتك كما تعامل باقة ورد. مراتك ده دي فازة زهرية، بوكيه ورد، الورد عاوز ايه؟ دلع، نعنشة، عناية رقيقة عشان الوردة تفتح وتظهر وتجيب لك عسل مش تجيب لك شوك. كل ما الراجل يفهم ان دوره هو الحب وان الحب هو اللي بيخليه ايه رئيس. هنا بقى كنا وقفنا المره اللي فاتت وقلنا انه علينا ان نتحدث على المفهوم الجميل عن رئاسه الرجل. مهم قوي واحنا بنتجوز نبقى عارفين يعني ايه الراجل راس المراه. الكتاب قال كده، افسس 5 22 ل 33، اللي هو ربنا يحيي ذاكرتنا جميعا اللي سمعناها يوم الاكليل، يا رب تكون كان لسه في بقايا تركيز فسمعت المقطع ده اللي قاله الشماس. أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، لأن الرجل هو رأس المرأة. فهنا بقى ربط إيه؟ الرئاسة بالحب. وهنا مهم نشرح دور الرجل ودور المرأة. قلنا الرجل يحب، الست معين، الرجل رأس، المرأة خضوع. طب يعني إيه؟ عشان كل واحد يبقى، لأنه أحيانا الرجل يسيء استغلال كلمة الرئاسة، وأحيانا المرأة تتمرد على كلمة خضوع، فلا ده صح ولا ده صح. واحد، رئاسة الرجل. يقول لك الرئاسة دي ثلاث كلمات مهمين قوي أفهمها. واحد، رئاسة من على الكتف. اتنين، رئاسة من أسفل. ثلاثة، رئاسة شركة وحب وخدمة. تقول لي يعني ايه بقى؟ ثلاث كلمات دول أهم من بعض. يا رجالة اللي بتسمعوني، اتجوزت او ما اتجوزتش او لسه هتتجوز او بتعد نفسك للزواج، يا شاب اللي بتسمع، لازم تفهم يعني ايه رئاسة الرجل للمرأة. اول حاجة اسمها رئاسة الكتف. يعني ايه رئاسة الكتف؟ قال لك اصل الراجل فاهم الرئاسة على انها رئاسة الرأس. تقول ان شاء الله خير، انا مش فاهم. بص، الريس بتاع الدنيا، الرئاسة العالمية اللي قال عنها السيد المسيح رؤساء الأمم يسودونهم، بيتكلم على رئاسة الرأس. يعني إيه؟ الملك يحط التاج على رأسه فسموها رئاسة الرأس، يعني علامة الملك التاج. فالرأس هو اللي بيدير الشعب ويأمر على الرعية أن تطيع. ده المفهوم الأرضي للرئاسة. المفهوم بقى السماوي للرئاسة مختلف. يا رجالة هتتجوزوا، لو دخلت البيت تؤمر وتتسلط هتحول امرأتك الى حاجة من ثلاثة: يا ساخطة، وربنا يكفيك شر المرأة الساخطة، ساخطة متمردة مقاومة على طول، كل فعل له رد فعل، كل اكشن له رياكشن، انت تتسلط وهي تتمرد تدافع عن نفسها،
ما يعني تخيل كده قطة أليفة وجميلة ولذيذة ونطبطب ونلعب، وبعدين رحت زنقها في الكورنر وعمال تقرب تقرب تقرب، القطة تتحول لإيه؟ أسد، طلع مخالبها وتهجم لأنك زنقتها، دفاع، فده سيلف ديفنس على طول ساخطة. أو نمرة اتنين تحولها إلى صامتة، ما تتكلمش بقى خلاص، ما انت بقى ها يعني مش قادرة ترد، فتنسحب من الحياة وتعيش انت حياتك لوحدك بينك وبين روحك، وتتحول مراتك إلى شيء سلبي وكأنك اتجوزت الهوى، وده عذاب برضو. الشركة جميلة والناس بتتجوز عشان تكتر مش عشان تنسحب. يا إما نمرة ثلاثة ناقمة. يعني إيه بقى ناقمة؟ يعني ترقد لك ها وتفقس بقى بالليل بعد ما ترقد، تعيالك تزعل لك تتقمص، اوعى تخش في السكه دي. انما رئاسه المسيح بقى من الكتف، يعني قال لك في سفر اشعياء 9:6 وهو بيتكلم على رب المجد يسوع، قال لك تكون الرئاسه على كتفه. ودي اول مره نسمع التعبير ده، يولد لنا ولد ونعطى ابنا يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام، وتكون الرئاسه على كتفه. يعني ايه على كتفه؟ اصل المسيح لما بيترئس علينا بيترئس في الكتف اللي هو ايه؟ منطقه البذل والخدمه. يقول لك وجده على الخروف الضال ووضعه على منكبيه فرحا، جاي يشيل جاي يخدم جاي يبذل. مين ما يحبش الريس الخادم؟ اول ما تخدم اول ما تبذل خلاص الناس كلها تحبك. فلو مراتك حست انك بتخدمها وبتحبها تحطك جوه عينيها. اوعى تؤمر وتنهي في المرأة برئاسة تذلها وتكسرها، والا هيطلع لك حاجه من ثلاثه، واحتمال احتمال يطلعوا لك الثلاثه في ليله واحده ملهاش لا قمر ولا شمس. اشوفكم بعد الفاصل. اصدقائي الاحباء اعزائي اللي بيتابعونا في كل مكان، رئاسه على الكتف، ادي اول معنى للرئاسه. اوعى تعمل ريس على مراتك. مره راجل وست بيتخانقوا، حضرنا الخناقه دي. ربنا ما يحضركم خناقات، كنت ساعتها مسافر بره مصر. فبيتكلم على مراته وهي بتتكلم على جوزها قدامي، فبيقول لي tell her I am the head of the house، قل لها ان انا راس البيت، بيزعق. ردت عليه وقالت له ان عليا بقى بتقول لي انا، وقول له and tell him that I'm the neck that moves the head، وقول له ان انا الرقبه اللي بتحرك الراس. وكانها بتقول له ايه، هتعمل عليا راس هعمل عليك رقبه، اجيبك يمين وشمال الففك عشا ناكل. اوعى تتسلط على مراتك، رئاسة مليانة بذل وخدمة. النقطة التانية تفيدنا أكتر بقى اسمها رئاسة من أسفل، يعني لما تحسس الناس إنك ريس من فوق يكرهوك ويسيبوك، لكن من أسفل يعني إيه؟ نفس المعنى، رئاسة الغسل الأقدام. يوحنا 13 4 5 قام عن العشاء واتزر بمنشفه وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه وينشفهما بالمنشف. يا سلام، إن كنت أنا السيد قد فعلت بكم هكذا، أفلا يليق أنكم تعملوا كده ببعض؟ أدي السيد، أدي الرب الحلو، رئيس المتكأ اللي هو مفروض في ليلة الخميس اللي يقعد، ويجي خادم يغسل قدمي رئيس المتكأ. قام عن العشاء، قام من مكانه ونزل تحت الرجلين، كسبنا بالحب. يا سلام على الراجل اللي بيشيل ضعفات مراته ويسامحها ويحتويها، يحطها في عينيه وهي تحطه في قلبها وفي عينيها وتنزل تحت رجليه. الحب يكسر القلوب بالاتفاق وبالنعمة وبالحب. التالتة بقى اسمها رئاسة الخدمة، وبرضه نفس المعنى من حتة تالتة من الكتاب. شوف خدناها من كام حتة، من المسيح اللي شال، من المسيح اللي غسل، من المسيح اللي خدم. جت فين بقى دي؟ راح بعام في سفر ملوك أول 12:7، قصة رائعة تتحدث عن رحبعام ابن سليمان. يوم ما تولى الملك كان جاي بعد سليمان، طبعا انتوا عارفين سليمان الملك العظيم اللي كانت كل الناس بقى بتجمع على ملكه. ساعتها سليمان كان وصل لمرحله ان الشعب كله كان بيئن، لان سليمان في اواخر ايامه
كان ابتدى يزود عليهم الضرائب ويزود عليهم الاعباء الاقتصاديه. فجاي بقى ربيعه عام، الناس كان عندها امل ان ربيعه عام بقى هيعيشهم في رغد العيش. فربيعه عام قبل ما يطلع يقول الخطبه الملوكيه، ابن سليمان راح استشار اصحابه من الشباب، واستشار مجموعه من الشيوخ والحكماء اللي كانوا عايشين في ايام ابوه. واخدين بالكم نوعين من المشوره، وخلي بالكم طبعا لان المشوره بتفرق قوي، مشوره المندفعين والطايشين ومشوره الحكماء. الشباب قالوا له ايه؟ قالوا له اوعى تبقى ضعيف، الضعيف يداس في الرجلين، اوعى تبقى طاري كده، وريهم القوة. قال لهم خنصري اتخن من متن ابي، صباعي الصغير اتخن من وسط ابويا. ابي ادبكم بالسياط، انا اؤدبكم بالعقارب. خليك حازم كده، خوفهم، خدهم كده ايه يعني، وش قسوة عشان يعملوا لك حساب. الشيوخ بقى بصوا له قالوا له الكلمة اللي انا بقولها لكل راجل وكل ست: ان احببت هذا الشعب وخدمتهم وصرت لهم عبدا يكونون لك عبيدا. كل الآية، شوف الكلمة، احببت هذا الشعب، خدمت، صرت لهم عبدا. الملك يبقى عبد، يصيرون لك عبيد، يبقى اكسب قلوب الناس بالخدمة. يبقى الرئاسة يا رجالة مش تسلط، الرئاسة ايه؟ كتف يشيل، ايد بتغسل، روح بتخدم. ادي المعنى. اي حاجة غير كده تساوي تسلط. رؤساء الامم يسودونهم، يطلع من ورا التسلط بيت مشروخ مكسر. فالمسيح لما حطك راس في البيت ما حطكش راس تتسلط، لكن حطك راس تكرم وتبني وتحب. نلتقي بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين في برنامج عائلتي، يا أهلا ومرحبا بيكم في لقائنا المتجدد في أسئلتكم واستفساراتكم وجواباتكم. ميلز كتيرة بتجي لنا الحقيقة، بنشكركم عليها. وأنا الحقيقة قدامي أسئلة كتيرة، بفكركم بعناوين المراسلة وبستأذنكم نرد مع بعض عن بعض الأسئلة. الحقيقة السؤال الأولاني جالنا من أحد أحبائنا، بيقول عاوز منك كلمة رجاء وتشجيع تعني على اجتياز محنتي وتجربتي. فأنا حديث العهد بالكمبيوتر والإنترنت، تعرضت لعملية نصب واحتيال عن طريق هذا الملعون المسمى بالإنترنت. فقدت على أثرها مبلغ كبير من مدخراتي، وفي لحظات قصيرة لم أعلم في البداية أنها عملية نصب تمكن فيها المحتال من سرقة أموالي بطريقة بارعة. لا داعي للدخول في تفاصيلها، أنا هقول لكم تفاصيلها حالا. اكتشفت مؤخرا بعد فوات الأوان وسرقة أموالي، أنا في حالة نفسية سيئة مش عارف أتصرف، له بالغ الأثر، هل أطلب وأذهب لطلب مساعدة مالية ولا أعمل إيه؟ أنا بعول أسرة وأرجو منك الرد سريعا، مع جزيل الشكر. يا أصدقائي الأحباء، موضوعنا بتاع الإنترنت ده أنا فرصة بقى يعني ننشغل بيه، لانه الحقيقه فكره النصب على الانترنت بقت منتشره، ومش بس على الانترنت، النصب بشكل عام. النصاب الحقيقه خفيف الظل، شديد الاقناع، لطيف المعشر، كثير الاغراء. ادي النصاب، دمه خفيف جدا، خفيف الظل، لغته رقيقه جدا جدا، هو بيكلمك باحترام وبادب فبيعرف يكسب ودك، مش كده برضه؟ عميق الأثر، بيعرف إزاي يكلمك في الاحتياجات بتاعتك، وشديد الإغراء. المثل يقول إيه؟ too much too good to be true. يعني إيه too good to be true؟ بيديك إغراء مالي لا يمكن، لا يمكن تفكر فيه، بيعمل زي منتال بلوك، بيعمل قفلة كده في الدماغ. يعرض عليك مبلغ خيالي ويطلب منك في مقابل المبلغ الخيالي شوية قروش صغيرة، يقول لك مثلا أنت كسبت. وده على فكرة مشهورين قوي بتوع كتير قوي من النصابين، بالذات يمكن من ساوث افريكا. القصه دي، اللعبه دي منتشره قوي، انهم بيبعتوا ملايين الرسائل، لو الملايين جابت 500 رد يكسب، يبقوا مليونيرات. 500 رد طبعا بيجي اكتر، لانه يعني البسطاء كثيرون.
فاحذروا، اولا لا تقبل اي عمل لا لم تبذل فيه مجهود، ما هو الفعل مستحق اجرته. الفلوس اللي تيجي من الهوا دي غالبا تيجي عشان تسرق اللي معاك مش تديك اللي عندها، قاعده حطها في دماغك. اللي يعدي ليه يقول لك خد مليون و10 مليون وكسبت لوتريه، ودايما الميل بيجي كبير قوي انت باسمك، ويقعد يحط لك نور ويقول لك ان احنا شركه كذا في عنواننا كذا وتليفوننا كذا ومقرنا كذا، وتتصل تلاقي ناس ترد. اصل يعني هي الشركه دي ايه؟ مكتب وتليفون، نعمله في بير السلم، دي مش مشكله في اي حته. ما هو في انجلترا برضو في بير سلم، وفي امريكا في بير سلم، وفي فرنسا في بير سلم، تليفون موبايل ومن غير بير سلم، ماشي في الشارع معاه موبايل وده مكتب. انت كنت شايف يعني؟ قالوا ايوه احنا شركه كذا بتاعت الاوراق الماليه ولا بتاعت اللوتريه ولا بتاعت الحراميه، اي شركه، وتكلم. انت كسبت 20 مليون دولار، بس عشان تاخد ال 20 مليون دولار ابعت لنا 200 دولار على العنوان اللي احنا هنديه لك. سهل او ايه 200 دولار؟ يا اما احضر بنفسك عشان تستلم مننا الجايزه بتاعتك. طبعا انت اول ما تشوف الاغراء 20 مليون و30 مليون وفي 100 مليون، قول اي رقم، رقم مرعب، وانت يا حرام كبيرك 5 جنيه، فطبعا بتجيلك منتال بلوك. 20 مليون دولار اختاروني من العالم كله عشان اكسب 20 مليون دولار، واروح لهم واسم شركه وعنوان وتليفون، بقول لكم النصب رقم ضخم جدا، تو جود تو بي ترو، اغراء رهيب، منتال بلوك بخطاب مقنع في تليفون وعنوان وغيره، وباسلوب ظريف انت وانت وحكايتك وروايتك. طبعا بيحصل رد فعل من اتنين، طبعا النصب بيتم كده، العائل ديليت، فاهم، ارمي في الريسايكل على طول، في الـ في الـ في الـ في الدرافتس بتاعتك في الريسايكل بن ارمي. انما النصب يتم حاجه من اتنين، يا اما واحد يقول لك طب ايه المشكله بعت لهم 200 دولار، ايه 200 دولار يعني 1000 1000 او 1000 وشويه عشان اكسب 20 مليون مش مشكله، فتروح بعت لهم. يحصل بقى على طول حاجتين، اولا ال 200 دولار ده كل سنه طيب، بس الاخطر من كده انهم خدوا رقم حسابك البنكي، حطيت لهم في البنك او بعت لهم الكريدت بتاعك، كتبت نمرته، هم ياخدوا النمره دي ويشفطوا كل فلوسك. مجرد ما عرف النمره عندهم بقى اكسس بطريقه، بقى بيخترقوا الانترنت وبيخترقوا البنوك وبتحصل سرقات بالملايين، او يستخدم الرقم بتاعك اللي انت حطيته على الانترنت ده في الماني لاندري، يروح واخد الرقم في ليله من الليالي انت نايم والبنك قافل وكله مش موجود، يحط مبلغ ويشيله، يحط مبلغ ويشيله، يغسل الاموال، فتبقى انت عضو في شركه غسيل اموال من غير ما تاخد بالك. ادي الاحتمال الاولاني. فاوعى تستجيب للناس دول، لا تبعت فلوس ولا تحط رقمك اطلاقا لحساب بنك ولا فيزا ولا عنوان ولا اي حاجه. الناس دي بكل ما فيش يا جماعه الحد، المثل الشعبي يقول لك زمان قالوه لنا واحنا صغيرين، الحدايه ما بترميش كتاكيت. ده جاي يخطف مش ياخد، ده جاي يسرق مش يبارك. في بقى ناس تقول لك ايه يعني اكثر يعني يعني حرص من اللي قبلهم، يقول لك طب ما احنا نسافر لهم. اه حلو، يقول لك طب انا اروح اسافر، ايه المشكله؟ تمام. محتمال يكون حتى في سفريه عاديه، مثلا كنت بقى طالع في حته ونازل ترانزيت، يقول لك طب ما ناخد عنوان. انزل بقى ترانزيت وانت نازل تلاقي فريق مستنيك، يا اهلا وسهلا، نصابين بقى محترفين، خدوا منك بعد اذنك الباسبور، بعد اذنك الفيزا، بعد اذنك الاقامه، بعد اذنك الشنطه، اي حاجه يعني اللي هيجي في ايده. لو خد منك الباسبور اتحبست في البلد، خد منك الشنطه حاجتك معاهم، ويسوموك على الفلوس بقى. واحتمال بقى تكون عصابه اكبر يخطفوك انت شخصيا، فاهم، لا باسبور انت على بعضك يعني يشيلوك. القصص دي في العالم كله منتشره، فاو طبعا حلو ان اخونا العزيز نبهنا، انا بحذر الجميع، اوعوا تستجيبوا لهذه الاغراءات. بعرق جبينك تاكل خبزك، غير كده واحد معدي يقول لك خد، اللي بيقول لك خد من غير ما تتعب ده بيديك باليمين عشان ياخد اضعاف بالشمال. ما تنسوش ان النصاب دايما بيقول لكم دمه خفيف، كثير الاقناع، شديد الاغراء، لطيف الكلام. تعمل ايه بقى؟ شوف، في عندنا ايه جميله قوي ان الرب بيعطيك المطر المبكر والمتاخر، وانه يعوض لنا عن السنين التي اكلها الجراد. ربنا امين. انت اخطات، عليك ان تجتهد، ما هو الخطا ده قله اجتهاد. هتجتهد وهتبتدي تاني من الاول، وتقبل وضعك الجديد كانسان احتياجاته الماليه محدوده. ما احنا بصوا يا جماعه، الانسان يغنى يغني بطريقتين، يا بكثره الممتلكات يا بقله الاحتياجات. انا ممكن ابقى غني جدا بحاجات كتير عندي، ممكن ابقى غني بطريقه تانية ان انا ما بطلبش حاجه، فاللي عندي مكفيني. فانت عليك ترضى بالواقع الجديد، تبتدي تجتهد، ويد المجتهدين
تغنى، العامل بيد رخوة يفتقر أما يد المجتهدين فتغنى. وربنا يرزقك بالحلال وبالخير ويبارك لك في القليل، عشان الأمين في القليل أقيمه على الكثير. ربنا يفرح قلبك ويسندك ويحميك ويكون معاك. ابقوا معنا، نلتقي معكم بعد الفاصل في آخر فقرة من فقرات البر. أصدقائي وأحبائي، آخر فقرة من فقرات البرنامج قصتنا الأسبوعية. شفتك ثلاث مرات، شفتك ثلاث مرات، ده عنوان القصة. بتحكي الحكاية أنه كان في واحد زمان زمان في سالف العصر والأوان، كان بيشتغل عامل بسيط جدا، كان بيشتغل جزمجي في محل بسيط في حتة فقيرة في مكان ما في الكرة الأرضية. أخونا الجزمجي، وبالمناسبة يعني الجزمجية لهم مكان كبير قوي عند ربنا بالمناسبة، يعني أحسن حد يفتكر جزمجي ده صغير، بالمناسبة ربنا عاشق للنوع ده من الناس، لأنه تاني بطرك في التاريخ بعد ماريمورقس كان إنيانوس الإسكافي، واللي نقل جبل المقطم سمعان الخراس كان إسكافي. فيعني يا بختك لو اشتغلت، أنا بشوف واحد مرة جالي واحد في العيادة جزمجي، قلت له يا بختك أنت في التاريخ خلدك مرتين، مرة ان خلاك فترك، ومرة ان خلاك صاحب اعظم معجزة في التاريخ بتاعت نقل جبل. فاخونا الغلبان ده في يوم من الايام حلم كان بيصلي طول الليل وعمال يقول له يا رب يا الهي يا حبيبي يا يسوع يا نور الدنيا كلها، نفسي اشوفك انت، موسى طلب يشوفك وانت وريت نفسك لموسى كشفت له روحك، صحيح لا يستطيع إنسان أن يراك ويعيش، ولكن نفسي أشوفك، نفسي ألتقي بيك، نفسي أحبك، نفسي عيني تقابل عين، أنت حبيبي، أنا المحبوب بيشوف حبيبه. فحلم جميل جدا 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 أن المسيح استجاب طلبته، ظهر له بنور باهي جدا جدا وقال له يا حبيبي أنت طلبتني وأنا ما أقدرش أتأخر عن طلبك، لازم هتشوفني بدل المرة ثلاثة. المهم أخونا الحبيب ده صحي من النوم فرحان جدا وقلبه بيرفرف من الفرح، راح المحل بتاعه، دخل المحل منتظر بقى أن إيه يشوف المسيح. فالمهم منتظر 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 وهو قاعد مستني، جات له واحدة ست غلبانة كده فقيرة بسيطة، دخلت عنده المحل قالت له يا عم فلان وحياتك أنا يعني ست فقيرة وغلبانة ومش لاقي أكل، ونفسي بس يعني أصلح الجزمة المقطعة بتاعتي دي. فالراجل بص لها، هو كان راجل باش كده، ابتسم في وشها ورحب بيها، يا ستي ده المحل وصاحب المحل وكلنا تحت امرك، وريني كده جزمتك. مسك الجزمه الاهم مقطعه ومبهدله، دي ما تنفعش يا ستي. دخل جوه جاب لها جوز جزم وراح مديها جوز الجزمه ده وقال لها خدي الجزمه دي البسيها يا ستي وربي. طب عاوز كام؟ قالت له عاوز كام؟ عاوز صلواتك بس، روحي يا ستي الله يباركك وربنا يفرح قلبك ويسندك ويكون معك، وسلم عليها ومشي. بعد شويه اخونا الحبيب قاعد مستني المسيح يجي بقى شوف، مفيش، ما بيجيش، مفيش حد جه. شويه وعدى راجل كبير في السن شايل على كتفه شنطه تقيله وماشي عمال تعبان، فهو معدي عليه طلع ان الراجل جارهم في الشارع. يا عم فلان يا عم فلان، قال له نعم، قال له انا تعبان شايل شنطه تقيله. قال له طيب حبيبي اتفضل يا عم فلان ده اقعد. راح له شال عنه الشنطه ونزلها ودخله في المحل وجاب له حاجه ساقعه وقال له انت رايح فين؟ قال له انا رايح البيت بتاعنا بس مش قادر. قال له عينيا، اللي خد معاه الشنطه ومشي معاه وطلع معاه السلم ووصل الشنطه التقيله لغايه البيت بتاعه، طبطب على ظهره رب، قال له كتر خيرك حبيبي انت احتملتني ووصلتني. قال له انا خدت بركه. رجع من الجزمجي تاني للمحل مستني المسيح يجي. خمس دقايق كمان ولا عشر دقايق لقى عيل صغير عمال يعيط معدي قدام المحل. فقال له مالك حبيبي تعيط ليه؟ قال له يا عم فلان ماما وبابا كانوا معايا ومش عارف الاقيهم فين، فجأة كنت اتلفت كده بلعب مش لاقيهم. قال له طب انت اسمك يا حبيبي؟ قال له اسمي كذا. فخده من ايده وقعد ماشي ماشي في الشارع الطويل ده ينادي يا جماعة حد يعرف الولد ده، حد يعرف؟ قال له انا كنت واقف فين يا حبيبي؟ قال له كنت واقف في الحتة الفلانية. خده لغاية المحل وهو واقف لسه بيتضير، لقى ابوه وامه جايين
فقال يا ابنك كان تايه، المهم خدوه بالحضن، كتر خيرك انت حميت ابننا، كان ممكن حد يخطفه، كان ممكن حد يسرقه، ربنا يخليك. المهم الراجل كل ما يعمل عمل خير يرجع المحل فرحان ومبتهج ويقول انا اسعدت بني ادم. رجع المحل، المهم الدنيا ليلت، لا المسيح جه ولا حاجه. روح البيت، دخل يصلي، يا رب انا انت مش وعدتني امبارح في الحلم ان انا انك هتجيني 3 مرات، انت مش وعدتني، واللي بيوعد بيوفي. ونام، وهو نايم جاله المسيح تاني في الحلم، قال له انت زعلان ليه؟ قال له عشان انا كان نفسي اشوف. قال له طب ما انت حبيبي شفتني 3 مرات. قال له امتى يا رب؟ ما حصلش. قال له ازاي؟ شفتني في الست الكبيره اللي اديت لها الجزمه في وهي محتاجه، وشفتني في الراجل الكبير اللي انت شلت عنه الحمل ووصلته للبيت، وشفتني في الولد الصغير التايه اللي انت خدته ووديته لابوه. قال له صحيح يا رب انا شفتك؟ قال له اه شفتني 3 مرات. وصحي عم الاسكافي من النوم يقول شفته 3 مرات، شفته 3 مرات. يا اصدقائي، احنا ممكن نشوف المسيح طول النهار، لان كل ما فعلناه باحد اخوته هؤلاء الاصاغر فبه قد فعلنا. كل عمل حب بتقدمه الانسان انت قدمته للمسيح. احنا واحنا ماشيين بنشوف وجه يسوع المشرق، شمس النعمة منورة في عينين الغلابة والمحتاجين والمظلومين والمتألمين. يا جماعة، نريد ان نرى يسوع، واذا قربت من احتياجات الناس هتشوف يسوع كل يوم. كل مرة وانتم طيبين، حلقة نتمنى انها تبقى عجبتكم، وننتظركم وانتظرونا في حلقة قادمة من برنامج عائلة.